وأضاف سليمان أن تسلم الجيش الليبي لمنطقة الهلال النفطي وتسليمها لشركة النفط المركزية يؤدي للاستقرار وبدء العمل بشكل قانوني رسمي. نحن أصدرنا بيان وحددنا فيه بأن سيطرة الجيش الليبي فهو استقرار للدولة الليبية، بالدليل لأن تسريح الجيش الليبي عندما أتى وسلمها لهذه المؤسسة، لمؤسسة النفط الحقيقية الذي هي عبرها يدور للبيع النفط وتكون بقنوات قانونية بحثة، نحن نتعامل معهم بوفق القانون الدولي، ونحن نحترم هذا الجيش عندما يكون يسلم المهام إلى نصابها الحقيقي في الدولة الليبية.